بنرحب بالفنانة سوريا سلافة معمارة عبر شاشة فوتشي. أهلا بك يا سلافة. أهلا بكم، شكرا، مساء الخير. كلمينا عن وجودك النهاردة في ختام فعاليات مهرجان الجونة وتقييمك للمهرجان بشكل عام. زعلانة إنه خلص المهرجان، كانت أيام كتير حلوة وكتير مرقوا بسرعة. المهرجان فعلا رائع، مشكورين القائمين عليه جدا على الجهود اللي عم بيعملوها، وسيلكشن أفلام فعلا كتير مهم، فأنا بتمنى لهم التوفيق وبتمنى لهم لسه الدورة اللي بعدها يكونوا عملوا لسه إنجازات أكتر وأكتر. اتعرضتي لبعض الانتقادات بسبب الإطلالات بتاعتك الأخيرة في المهرجان، تردي على الجمهور تقولي إيه؟ بقول لهم انه شكرا على اهتمامهم بالاخير، بس ما حدا بيقدر يرضي كل الناس. انا شايفه الامور بطريقه معينه، ويعني انا بحب كون انا بالاخير، بس بقول للكل شكرا يعني على الكومبلمنت، واللي مش كومبلمنت شكرا على يعني شكرا على اهتمامهم. تعاوني مع عابد الفهد بمسلسل جديد، كلمينا عنه وعن تفاصيله. لسه حقيقة ما في شيء جدي بالموضوع، في ترشيح فقط، لسه ما صار شيء جدي، بس أنا أكيد بنبسط كتير أني أشتغل مع عابد، يعني عابد ممثل مهم ومتعة الشغل معه، إن شاء الله خير. في أعمال جديدة بتحضر لها غير المسلسل اللي مترشحه له؟ في شيء بسوريا إن شاء الله مع المخرج الليس حجو على أول السنة، إذا مشيت الأمور رح نفوت تصوير. هنشوفك في السينما قريب؟ ان شاء الله، ادعي لي، اتمنى. يعني انا عندي رغبه كثير كبيره اني اشتغل بالسينما، بس للاسف ما عم بيكون في التجربه اللي بتخليك تحسي انك عملتي ستيب فعلا. الفنانه السوريه شكران مرتجي كانت بتقول على السوشيال ميديا ان هي زعلانه ان هي مش موجوده في المهرجانات في مصر، وان في فنانين من سوريا ما بيكونوش موجودين. تردي من مهرجان الجونه تقول لها ايه وانت موجوده كفنانه سوريه؟ هلا بقول لها انه انا اشتقت لها كثير، وهلا من شوي كنت عم بحكي معها. انا بظن شكران ما كان قصدها على مهرجان الجونه بالتحديد، كان قصدها على مهرجان التلفزي، انه ما كان في فنانين سوريين مدعوين ابدا، مع انه هو مهرجان التلفزي العربيه، فبعتقد هي عتبه كان على هذا المهرجان. بس اكيد بتمنى لها لو كانت معنا، وكان لها مكان يعني لها وحشه بسلم عليها، وان شاء الله الدوره الجايه بنكون سوا.